النهارده الحلقه بتاعتنا كلها حلويات. طلب مننا الحلقه اللي فاتت اتنين من الساده المشاهدين اتصلوا بينا، كانوا عايزين يعرفوا طريقه الزلابيه، ما كانش في وقت اللي انا اقدر ان انا اشرح لهم. فالنهارده اول حاجه عشان ما حدش يزعل مننا، هنعمل النهارده زلابيه بطريقه جميله جدا وبسيطه. زي ما احنا عارفين الزلابيه مش بتاخد وقت، وفي نفس الوقت الانجريدين او المكونات بتاعتها متوفره في كل بيت. وهنعمل النهارده كمان مع بعض كوكيز شوكليت شيبس، يعني نعمل الكوكيز لو حابين نعمله بالشوكليت لوحده ممكن نعمله، لو حابين نخليه يكون لونه فاتح ونطعمه بس بالشوكليت شيبس ممكن. كمان هنعمل مع بعض براونيز، ديت الثلاث وصفات اللي احنا نعمله مع بعض. يبقى المقادير بتاعتنا، عندي زلابيا، عندي كوكيز، عندي براونيز، دولت ثلاث وصفات اللي احنا هنعمله مع بعض او هنجهزه مع بعض النهارده. زي ما احنا مش شايفين، ده المنيو زي ما احنا مش شايفينه على الشاشه، عندي الزلابيا، عندي البراونيز، وعندي كمان كوكيز الشوكليت شيبس. كل حاجه هتتعمل في الفرن. طبعا هبدا اول حاجه بالزلابيا عشان عارفين ان هي بتاخد وقت. ما حبيتش ان انا اعمل عجينه واقول لكم المقادير وبعد كده ادخل اللي انا اسويها في النار على طول، حبيت ان اعمل كل حاجه تكون قدامكم. المقادير بتاعتي بتاعت الزلابيا اول حاجه عباره عن ايه، لو ننزل بيها على الشاشه، انا عندي كوبايتين من الدقيق، عندي رشه ملح، عندي معلقه سكر، عندي خميره، عندي معلقه نشا، لو مش حابين مفيش مشكله بس انا عايز اكون بتقرمش. عندي الشربات بتاعنا مجهزه قبل الهواء على اساس مش هينفع ان انا اخد الزلابيا اول ما تطلع من النار انزلها على طول في العسل اللي انا هكون عامله، لو هيكون دافئ او يكون سخن هتشرب عسل كتير، فانا حابب ان هي تكون بارد فعشان كده جهزته قبل الهواء. الطريقه بتاعته بتعمل ازاي، عندي كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عندي كمان ربع معلقه فانيليا، اسيبهم على النار لحد ما العسل ما يتظبط معايا، عندي عسل جلوكوز ممكن اضيف. ده بالنسبه للشربات انا جهزته قبل الهواء. زي ما احنا مش شايفين مقادير الزلابيا، عندي كوبايتين من الدقيق، عندي رشه ملح، عندي كمان معلقه سكر، عندي معلقه خميره، عندي كمان معلقه نشا. نرجع يا باشا نقول بسم الله كده، نشوف هنعمل مع بعض اول حاجه هنعملها مع بعض ازاي. انا عندي كل المواد يعتبر جافه، عندي كوبايتين الدقيق، وعندي كمان معلقه سكر، ناخد معلقه نشا واحده على اساس اللي انا زي ما قلت لكم اللي انا عايزها تكون كريسبي شويه او تكون مقرمشه، فناخد بس حاجه بسيطه. عندي كمان خميره الفوريه، لازم اضمن الخميره الفوريه تكون سريعه المفعول يعني تشتغل معايا على طول. عندي كمان رشه ملح، حاجه بسيطه جدا زي ما احنا مش شايفين، المكونات بتاعتها كلها سهله. انا بالنسبه لي احب اضرب العجين ده كله بايديا، ما احبش ان انا اضربه بمضرب. ابتدي ننزل واحده واحده، طبعا اقلب بس الاول عشان كل المقادير اللي انا نزلتها واحده واحده تبتدي تدخل في الدقيق او تتفاعل مع الدقيق، وبعد كده ننزل بالميه سرسوب كده صغير. هوريكم العجينه بتبقى عامله ازاي، ما احبش ان انا انزل ميه مره واحده، او مش بمشي بمقادير الزلابيا ما بنزلش الميه اقول مثلا كوبايتين من الميه او كوبايه ميه مع الخليط دوت، لا انا احب اشتغل الميه واحده واحده على اساس ان كل نوع من انواع الدقيق بيكون ليه بيشرب ميه معينه. اقلب كده مع بعض، يتضرب ضربه محترمه يعني، لازم عشان الزلابيه تطلع معايا مظبوطه لازم اخدم عليها كويس جدا. نزل بقى بشوية مية كمان، أنا بالنسبة لي مش محتاجة مية تاني، كل اللي أنا هعمله بإيديا كده. عايزين ناكل زلابية زي اللي احنا بناكلها مقرمشة بره في الشارع، هي ديت نفس الطريقة، مش هنزود حاجة مش هنقلل حاجة. نقلب كده مع بعض، عايز اقول لكم من كوبايتين من الدقيق هنعمل حاجه كده محترمه وحاجه مناسبه. عندي العسل بتاعي بعد ما بخلصها، حبيت ان انا عندي سكر بودر، عندي لو حابين نشتغلها بالقرفه، عندي كراميل، عندي اي نوع من انواع المكملات الجانبيه نقدر ان احنا نشتغل بيها. زي ما احنا شايفين
انا بضرب كده ضربه كده بايديا بيطلع كده بالظبط. انا مش محتاج دي، مش محتاج حاجه تانية. اهم حاجه زي ما قلت لكم اللي انا بخدم عليها كويس جدا. في كتير يجي يقول لي انا ما بحطش غير الميه والخميره فقط، او ممكن نحط شويه ملح صغيرين. لا، احنا شفنا طرق كتيره نقدر ان احنا نشتغلها. حابين ان احنا نضيف السكر معاها، حابين ان احنا نضيف اي حاجه من اللي احنا حابينها، بس عشان تطلع مظبوطه لازم امشي على الانجريدينت اللي انا قلت لكم عليه ده. شايفين بيطلع ازاي يا جماعه؟ اهم حاجه عشان تكون ناجحه معايا العجين نفسه ما يقطعش من ايديا، ينزل بنفس الشكل كده. شايفين عامل ازاي؟ العجينه ما بتقطعش خالص من اول ما امسكها لحد ما اجي انزلها. ده بالنسبه لي كده شكرا للتحيه. اخليه بالظبط ساعه الا ربع قبل ميعاد الحلقه ما تخلص بربع ساعه، نبتدي اللي احنا نجهزه مع بعض. عندي مثلا في الفرن تحت ممكن اخده وانزله في الفرن على اساس نبتدي ان انا اخمره. نبتدي ندخله لو عندي خماره، واهم حاجه اللي احنا نبتدي اللي احنا نغطيه. ده بالنسبه لي العجينه او اول مرحله بالنسبه لي النهارده للوصفات بتاعتي الجميله. العسل نخليه على جنب لان انا مش محتاج دلوقتي العسل في حاجه. نلبس الكلافزات بتاعتنا ونشوف اول وصفه فعليه هنبتدي نجهزها لحد الاخر خالص عباره عن ايه. انا عندي البراونيز هنعمله بطريقه جميله جدا. المكونات بتاعتي عباره عن ايه؟ انا عندي الكاكاو طبعا اساسي فيه، لان البراونيز طبعا لو حد عمله في البيت او نبتدي احنا نشوفه في المطاعم او في الفنادق بيكون لونه بني. ننزل يا باشا بالمقادير. المقادير زي ما احنا شايفين كده على الشاشه، انا عندي كوبايه زبده، عندي كمان معلقه كبيره من زيت النباتي، اي نوع من انواع الزيوت بس اهم حاجه ما يكونش فيه طعم. عندي كمان نص كوب سكر ابيض، عندي سكر بني، لو ما فيش سكر بني بستغنى عنه خالص ما فيش مشكله. لو حابب اشتغل بالسكر البني وما فيش سكر بني متوفر في السوق، اقدر على طول ان انا اجيب على كوبايه سكر كامله اقدر احط عليها معلقه عسل اسود، لان احنا عارفين السكر البني بيتضاف عليه العسل الاسود. عندي كمان بيضتين، عندي فانيليا، عندي كوب من الدقيق، عندي نص كوب من الكاكاو. زي ما احنا ما شايفين كل الانجريديان الجميل دوت، ده اللي احنا هنبدا بيه الوصفه بتاعتنا دلوقتي. عندي بوله، اجيب بوله كده اللي احنا هنشتغل فيها. عندي طبعا المكون اللي انا هعمله دوت ما بضيفش عليه خالص لبن، ما بضيفش عليه ميه، انا بشتغل بالانجريديان اللي احنا شايفينه دوت فقط لا غير، مش اكتر من كده. عندي الزبده بيكون بدرجه حراره الغرفه. حد يقول لي يعني ايه درجه حراره الغرفه؟ انا بمسكها زي ما احنا مش شايفين كده بتتفعص في ايديا. شايفينها عامله ازاي؟ يعني بيكون شبه سايحه معايا. شايفين بالشكل ده كده. هنشتغل ايه دلوقتي اول حاجه مع بعض؟ انا عندي المكونات الجميله ديت، عندي الزبده زي ما قلت لكم بدرجه حراره الغرفه، وعندي كمان السكر. زي ما قلت لكم مفيش سكر بني، ممكن نضيف عليه معلقه عسل اسود ونضرب ده كده مع بعض. انا حابب ان انا اشتغل كل حاجه بايديا، حتى ممكن اشتغل دلوقتي من غير المضرب. نخلي ده كده على جنب، ادوب السكر مع الزبده نفسها. بعد ما تبتدي ان هي خلاص كده بقت السكر والزبده حاجه واحده زي ما احنا ما شايفين، ممكن ان انا ابتدي اضربه ضربه كده على اساس مش حابب ان السكر يكون مخرز معايا في الوصفه. كده تمام، اخلي ده كده على جنب. عندي البيضتين، ننزل اتنين
بيض كامل. في حد ممكن يقول لي احنا حابين يكون الوصفه ديت مش عايزينها عاليه، طبعا احنا ما بنحطش فيها كربوناتو. حد يقول لي طب ازاي الوصفه ديت من غير كربوناتو؟ على اساس لو حطينا كربوناتو هتبقى كيكه. لما مش حابب ان انا اعمل كيك، انا حابب اعمل براونيز، احنا بنبقى عارفين ان هو بيبقى شبه مكتوم شويه. نضرب ده كده مع بعض، يبقى كده انا ضفت ايه الاول؟ عندي كوب الزبده نزلت عليه السكر وضربنا كله مع بعض، وبعد كده نزلنا عليهم البيضتين نفسهم، ونفضل نضرب لحد ما السكر ما نحسش بالقرمشه بتاعته مع المضرب نفسه. اول ما نحس ان كده خلاص بالنسبه لنا، نبتدي نضيف بقيه المكونات بتاعته. حابين نضرب بمضرب مفيش مشكله، بس انا زي ما قلت لكم حابب كل حاجه تكون تحت ايديا. الوصفه السهله البسيطه نقدر نعملها في البيت، مش لازم مضرب. اهم حاجه الضربه تكون ضربه محترمه عشان يطلع معانا مظبوط. تمام زي الفل. عندي معلقة الزيت. حد يقول لي معلقة الزيت بتعمل ايه؟ بتخلي البراونيز نفسه بيكون بيلمع وشكله جميل جدا. ندي كمان ضربة معاهم. الفانيليا اضيفها دلوقتي، وعندي كمان رشة الملح، وعندي الدقيق انزله واحده واحده، مش محتاج ان انا انزل كل الكميه مع بعض. اضرب واشوف انا محتاج دقيق قد ايه. عندي طبعا اساسي في الوصفه زي ما قلت لكم الكاكاو اساسي فيها، انزل بقى بالكاكاو ونقلب واحده واحده. طبعا بعد ما اخلص هندخل فرن، هياخد درجه حراره كام؟ هنحطه على 120، نحطه في الرف اللي في النص، ما نخليش يكون قريب من النار من فوق او من تحت، نخليه وسط عشان تكون الوصفه جميله ومظبوطه معانا. انا حابب البس كلافز على اساس ان انا اكمل بقيه الوصفه بايديا. لما الواحد يضرب كل حاجه بايديه كده يكون حاسس بالحاجه نفسها طالعه مظبوطه ولا محتاجه ايه؟ محتاجه شويه مثلا زبده لو احنا ضفنا شويه دقيق زياده، محتاجه مثلا جزء من الزيت حاجه بسيطه، محتاجه ايه بالظبط؟ احنا بنعرف اثناء واحنا بنضرب بايدينا. اكمل كده بايديا. تمام زي الفل. شايفين يا جماعه الخليط عامل ازاي؟ هو كده الخليط بالنسبه لي تمام. انا مش بحتاج ان هو يكون لين ولا يكون ماسك، انا محتاج بنفس الوصفه ديت بيكون الشكل والفينش بتاعه تمام. احنا كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنجيب صينيه نحط عليها ورقه زبده، وبعد كده نضيفه عليه ندخله الفرن. هياخد بالظبط حوالي 25 ل 30 دقيقه على درجه حراره 120. ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا. اهلا وسهلا بيكم، ورجعلكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض ايه؟ او قبل الحلقه انا جهزت العسل بتاع الزلابيه بتاعتنا، وعملنا مع بعض كمان احلى زلابيه بطريقه سهله وبسيطه. احنا حطيناها تحت على اساس تتخمر عشان تطلع معانا مقرمشه وكمان كريسبي بطريقه جميله. عملنا كمان في الفاصل اللي فات عملنا مع بعض البراونيز، عملناه بطريقه جميله جدا، والاساس فيه او الاستاندر فيه لازم يكون فيه كاكاو. حبينا ان احنا نضيف عليه منكهات تانية زي النسكافيه او ممكن القهوه، ممكن نقدر نضيف عليه كل المنكهات الجميله، بس اساسي فيه عشان اللون ممكن الكاكاو. لو حبيت ان انا استغنى عن الكاكاو واشتغل بالشوكليت بس ممكن اقدر اشتغل بيه، بس زي ما قلت لكم الصح بتاعه لازم يكون فيه كاكاو.
خلصنا الوصفه الجميله بتاعتنا دخلناها فرن قعدت بالظبط او هتقعد بالظبط حوالي زي ما قلت لكم 25 دقيقه على درجه حراره 120. هنطلعها ونخليها ترتاح شويه عشان نقطعها مع بعض ونشوف البراونيز الجميل هيطلع بشكل ايه. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا، كبار صغيرين بيحبوها في البيت، بنحب ان احنا نروح حتى المطعم بنطلبها في المطعم. هي عباره عن كوكيز، او هنعمل شوكليت كوكيز بطريقه جميله جدا. حابين ان احنا نعمله بالشوكولاته، حابين ان احنا نعمله بلين ساده زي ما احنا متعودين ان احنا عملناه قبل كده في حلقه، مفيش مشكله نشوف كل الكلام ده. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ لو تنزل على الشاشه انا عندي كوبايه من الزبده زي ما احنا شايفين على الشاشه، عندي كوبايتين من الدقيق، عندي 2 بيض، ممكن اشتغل صفار بيض بس، ممكن اشتغل بيضه كامله، انا حابب اشتغل بالبيضه كامله. عندي معلقه فانيليا، عندي كمان نص كوب من الزبده، عندي نص كوب من السكر، عندي كمان نص معلقه بيكنج باودر، او ممكن نقللها بلاش نص نخليها ربع على اساس ما تريحش في الفرن واحنا شغالين، عندي رشه ملح، عندي شوكليت شيبس. ده كل الانجريديان اللي احنا نشتغل بيه. الكاميرا اللذيذه ترجع تاني، حابب اوريهم حاجه واحنا كده شغالين. اول حاجه زي ما قلت لكم الزبده بدرجه حراره الغرفه، بنسمع كتير درجه حراره الغرفه يعني ايه. الزبده امسكها في ايديا بتبقى سايحه وتنزل من ايديا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت على اساس ان يكون جاهزه ان انا اشتغل. حبيت ان انا اسيحها في الميكرويف مفيش مشكله، بس حابب ان انا اشتغلها كده على اساس لما تتدرب تدينا النتيجه سليمه. زي ما قلت لكم عندي مضرب كهربائي، عندي مضرب يدوي، حابب ان انا اشتغل بايديا عشان اثناء وانا شغال بحس بالخليط او بالعجين اللي تحت ايديا وصل لدرجه ايه، مظبوط، محتاج ايه او ناقص له ايه. عندي السكر، نقدر ننزل السكر معاه على طول. يبقى اول حاجه الزبده وبعد كده السكر، ابتدي ان انا ادعك كده بايديا دعكه حلوه، اعمل لها زي ما بيقولوا مساج، وفي نفس الوقت عندي كل السكر ده انا عايز ادوبه مع شويه الزبده الحلوين دول. اقلب كده مع بعض. حد يقول لي احنا ممكن نضرب الزبده مع السكر نعمله فوم على اساس ان يعلى، مفيش اي مشكله. انا بعمل الحاجه البسيطه اللي ممكن لو في البيت مفيش حد عنده مضرب كهربائي او مضرب يدوي، انا حابب الحاجه البسيطه اللي انتوا تقدروا تشتغلوها وتطلع ناجحه باقل امكانيه، نقدر نطلع حاجة طريقة جميلة جدا. زي ما احنا شايفين كده بنضرب واحدة واحدة كده تمام. اضيف دلوقتي عندي البيض، زي ما قلت لكم لو حابين نشتغل اصفر بيض ممكن اشتغل صفاري البيض، بس لو انا حابب اشتغل بالبيضة كاملة بنشتغل بالبيضة كاملة. ده صح وده صح، الكوكيز مش هيزعل مننا ولا مش هيقول الوصفة كده مش مظبوطة. نضرب كده مع بعض، عايز بس اجيب ده كده على اساس يبقى باين انا بضربه ازاي. على ما اظن مفيش حد ما بيحبش الكوكيز، الكبار قبل الصغيرين بيحبوا ان هم ياكلوه. نحب نشرب بالقهوه، نشرب بالشاي، يجي لنا ضيوف بنقدمه طعمه جميل جدا جدا. انا عامه لسه عامله امبارح بالليل، بس مش عايز اقول لكم بقى طلع ايه، طلع خطير. نقلب كده مع بعض. عندي دلوقتي المواد الجافه عباره عن ايه؟ عندي الدقيق وعندي كمان البيكنج باودر، نخلي الكميه بسيطه عشان ما يريحش مننا زي ما ريح من الناس. عندي شوية الفانيليا، عندي البيكنج باودر، حاجة كده بسيطة قوي. عندي الدقيق، يبتدي ننزل، مش هنزل كل الكمية، هنزل زي ما قلتلكوا تعودت هشتغل أي نوع من أنواع المعجنات، إذا كان حلويات أو معجنات بيتزات أو بقسماطات، أي حاجة لازم أنزل الكميات تبقى واحدة واحدة، مش محتاج إن أنا أعمل كمية كبيرة من الدقيق وبعد كده أضطر إن أنا عايز إن أنا أزود زبدة عليه، أو لو هعمل مثلا كيك ممكن أبتدي أزود لبن عليه. لا، أنا حابب أشتغل واحدة واحدة بإيديا وإحنا مش مستعجلين على حاجة. نقلب كده بإيدينا، أنا عايز العجين يكون ماسك نفسه.
ندي كمان شوية دقيق، وعندي شوية شوكليت شيبس نضيفهم كده من جوه، ونقلب كل الكلام ده كده مع بعض. طبعا احنا مش بنسيب الكوكيز ان يريح، لا انا بشتغل على طول، وبندخل فرن يا باشا يطلع احلى كوكيز، كمان احلى من اللي احنا بنشوفه في المطاعم. ندي شوية كمان، العجينة تبقى لينة نزيد عليها شوية بيكنج باودر، هيريح مننا في الصينية وكأننا احنا بناكل كيكة بالظبط. فمحتاج العجينة تبقى ماسكة نفسها شوية، ونقلل كمية البيكنج باودر. انا بقول لكم الكلام ده عشان بيكون جربنا الوصفات مرة واثنين وثلاثة، بنبقى عارفين الصح وايه الغلط، ممكن يكون فيها مشكلة ايه والحاجات ديت. الحاجة اللي احنا بتقابلنا وبيكون فيها مشكلة بنحاول احنا نعالجها او نقولها لكم. العجين زي ما احنا مش شايفين دوت، احنا ممكن نضيف له كمان شوية دقيق صغيرين، وبالنسبة لي كده اقدر اللي انا عندي ورق زبدة، ما عنديش ورق زبدة عند الصينية، اجيب شوية زيت او ارشها بشوية دقيق واشكل التشكيل اللي انا عايزه، وادخل فرن درجة حرارة بيكون عالية شوية، لازم اعلي درجة حرارة الفرن 180 اقل حاجة. انا الخليط كده بالنسبة لي جاهز اللي انا اقدر احطه في الفرن. نقلع كده الكلافز دوت، نشيل كل ده، نوسع لنفسنا. كده تمام زي الفل. ما ننساش طبعا الزلابية جميلة، انا سايب الزلابية تخمر، ما حبيتش ان انا اطلع لكم عجين زي ما في ناس كتير بتيجي تشتغل بتبقى عاملة قبل الهوا عجين اللي هم هيشتغلوه ايا كان، ويكون عندهم جزء مجهزينه يخلص زي يطلع ده يقول لك انا جهزته قبل الهوا. انا حابب كل حاجة اعملها قدامكم عشان تطلع النتيجة تكون مظبوطة. نبص سريعا كده على اللي في الفرن. ممكن حوالي 5 دقايق كمان ونطلع احلى براونيز جميل. عندي ورق زبدة، ببتدي اللي انا اجيب ورق الزبدة كده. كده تمام، هي واحدة وكفى زي ما بيقولوا. نلبس كده جلافزات ونشوف هنرصه مع بعض ازاي. ممكن نعمله بطريقة عشوائية، وممكن عندي معلقة انا اعملكوا ده واعملكوا ده. طبعا احنا بنروح نطلبه في المطاعم بنلاقي ساعات بيكون بطريقة عشوائية مش بيكون مدور، وفي تاني بيكون شكله مدور. انا باخد كده عشوائي زي ما احنا شايفين وبنزله كده، بس اهم حاجة الكمية تبقى مظبوطة، وبنزله هو بيفرش لوحده. ابعدهم كده عن بعض. على اساس البيكنج باودر الكمية بسيطة، فبنحط البيكنج باودر نفسه هيخليه ان هو يبتدي يفرش في الصينية نفسها. زي ما قلتلكم نخلي بطريقة عشوائية، نحط من ده ونحط من ده ونشوف الفينش بتاعه هيكون عامل ازاي. ناخد بقى شوية كده بايدينا عايز اقول لكم الكوبايتين اللي احنا عملناهم بتاعت الدقيق هتعمل لنا كمية محترمة جدا. ده الشكل اللي احنا متعودين عليه، ادي الكورة اهي. اهم حاجة بضغط بايديا كده لو انا هعمله كورة واطلع الهوا منه. كده كده هو يفرش معايا. لو عندي صينية تانية ممكن زي ما قلت لكم اعمل لنا كمية كبيرة. ممكن ناخد هنا الشوكليت
ناخد بقى ده ونخلي ده كله مقاس واحد. عندي ورق الزبدة، نبتدي كده نجيب ونرص. يا جماعة طريقة سهلة زي ما قلتلكوا، هنستغنى اللي احنا نجيبه من المطعم او نعمله نجيبه من بره جاهز زي ما احنا ما شايفين، بطريقة كده جميلة. واهم حاجة نخلي كله حجم واحد على اساس يطلع الشكل او البرزنتيشن في النهاية يكون جميل معانا. احنا نرص كده تلاتات، شايفين الجمال عامل ازاي؟ اهم حاجه زي ما قلت لكم ناخد مسافات واحنا بنعمله. نمشي بنفس المقادير، عايز اقول لكم النتيجه هتطلع هايله جدا. يعني مفيش أبسط من كده. بقالنا كتير ما عملناش حلويات، فالأيام الجاية إن شاء الله أكون الحلقات بتاعتنا كلها عبارة عن حلويات. نخش كده في شوية حلويات مع شوية معجنات، نستلم الحلو شوية عشان ما يزعلش مننا، وبعد كده بقى نخش على المطابخ الأوروبية. نحاول، احنا عملنا شرق كتير وخارجين من عيد عملنا حاجات كتير حلوة، فحابين ان احنا بعد كده الايام الجاية ديت نصنف شوية المطابخ اللي احنا نعملها، اذا كان مطبخ كوري. ممكن الحلقة الجاية ان شاء الله نعمل لكم المطبخ الكوري، حلقة بعدها نعمل مطبخ اسباني، هنشوف المطابخ الايام الجاية هتكون عاملة ازاي معانا. سلام، احلى فاصل. طبعا احنا كده مش ناقص حاجة، اضيف شوية الشوكليت شيبس كده عليه، وبعد كده ندخل الفرن زي ما قلتلكوا، مش هياخد وقت معانا، واهم حاجة درجة الحرارة تكون عالية شوية. كده الوصفة بتاعتي تمام، ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. شوفنا قبل الفاصل اول حاجه عملنا مع بعض عجينه الزلابيا وخلينا تتخمر، هنشغلها دلوقتي. وعملنا كمان براونيز طلع معانا، بس هنبتدي ان احنا نحط له صوص فراوله، طلع بالشكل الجميل دوت. ناخد بس كده من على الوش صوص فراوله على اساس نديله تيست وشكل جميل. مفيش يا جماعه اسهل من كده، من كوباية ونص دي نقدر نعمل كيكة بطريقة جميلة. يا باشا كل حاجة بتاعتك يا باشا. ممكن كمان بما ان عندي شوكليت شيبس ممكن ان انا اضيف عليه كده مع صوص الفراولة، هيدي طعم جميل جدا. هنبص بس على الفرن كده سريعا نشوف الكوكيز. ابتدى يحمر وياخد لون، عايز بس اطلع عجينة الزلابية ونشوف مع بعض وصلت لحد ايه. ادي عجينه الزلابيه ما شاء الله زي ما انتم شايفين خمرت وطلعت بالشكل الجميل ده. شايفين عامله ازاي يا جماعه؟ عيلت ازاي؟ شايفين عامله ازاي؟ مفيش احلى من كده. كده تمام، بضرب بس كده كويس على اساس ان انا عايز اطلع الهواء منها كله. كده انا بالنسبه لي جاهزه للتشغيل. خايف بس الكوكيز يتحرق فعايز ابص عليه. مش حابب انه ياخد لون اكتر من كده. كده تمام قوي زي ما احنا ما شايفين. كل اللي انا هعمله دلوقتي
اجيب الطبق الجميل ده ونبتدي نرص عليه احلى كوكيز. زي ما قلت لكم بما ان كده كده صوص الفراوله عندي فكده نعمل حاجه كده عشوائيه، وعايز ارص الكوكيز بتاعنا. شايفين يا جماعه من تحت، من تحت ومن فوق نفس اللون، ما اتحرقش او ما خدش لون زياده، ده اللي انا محتاجه، مش محتاج اكتر من كده. عند الكوكيز نبتدي اللي احنا نجيبه كده نرصه في الطبق بتاعنا. عايز اقول لكم نفسها هي متماسكه، يعني ماسكه نفسها، مش موضوع ان هي ممكن تكون طريه او تكون ناشفه، لا الملمس بتاعها مش اسفنجي بس ماسكه نفسها. ده كوكيز لو احنا سبناها ممكن 3 4 ساعات هتبتدي ان هي تنشف معانا. طيب البراونيز ولا كوكيز يا جماعه؟ يعني ده استاذ عمرو والتاني طب تمام بس كده يا ريس، ده عيوني. نخلي ده كده هنا، عندي شويه ممكن يكون الطبق اسود شويه فمش هيبان بس مفيش مشكله، نخلي ده على جنب نقدمه مع اللي هيطلع. ابص سريعا على كوكيز ونرجع تاني ننزل الزلابيه بتاعتنا. لسه قدامها شويه كنا نزلنا الزلابيه. انا عندي اول حاجه الزيت على النار واخد درجه الحراره. انا دلوقتي محتار بصراحه. طيب تمام زي الفل. العجينه ديت محتار ان انا انزلها بمعلقه ولا بايديا. انا ممكن اخدها لو عندي كيس زي دوت، ممكن اخد، انا ابسط على نفسي شويه. ايه رايك ننزل العجين كله هنا كده؟ حلو الكلام. نخلي ده كده على اساس ان انا بصراحه عايز احافظ على ايديا شويه. كده تمام. الفكره دي على فكره مش بتاعتي، دي فكره بيتي شويه. كده تمام زي الفل. كل اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا هقطع بالمقص حته من قدام من هنا، وزي ما قلت لكم الزيت لازم يكون سخن مش دافي، وبعد كده اول ما ننزله نقدر ان احنا نوطي شويه عليه. عايز بس بوله اقدر احط فيها شوية زيت عشان المعلقة نفسها. نختبر بس الزيت الأول، اخد كده حاجة بسيطة. تمام اقدر انزل في الوقت الحالي. عندي طبعا كذا طريقة حابين اشتغل بإيديا، ممكن حبيت اشتغل بطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، كل حاجه شغاله اقدر اشتغل بيها. كل اللي هعمله هاخد بس كده حاجه كده صغيره وابتدي ان انا انزل الزلابيه. اهم حاجه الحجم بتاعها يكون صغير قوي عشان تكون مظبوطه معانا. زي ما قلت لكم الزيت ما يكونش دافي ولا هيكون سخن قوي. طبعا انا متعود اشتغله بالبلبله فحبيت ان انا اجرب يدوي، فلو حاجه طلعت نينجا مفيش مشكله. يعني احاول انا ابلي ده كده كويس. عايز ابص سريعا على الكوكيز. زي ما قلت لكم ما ينفعش ان هو ياخد لون زياده.
هنبتدي دلوقتي اللي احنا نرصه، بس نبص على بقيه احلى زلابيه هنعملها بطريقه جميله جدا. طبعا الزلابيه بتتعمل على مرحلتين، بتتنفخ الاول وبتاخد 3 ارباع السوا بتاعه، بعد كده بنطلعه وبعد كده بنبتدي اللي احنا ننزله الزيت تاني عشان يكون مقرمش معانا وياخد اللون الاحمر. في حد ممكن يقول لي طب احنا ممكن نسويه مره واحده، مفيش مشكله، على مره واحده شغال. قبل ما نقلب كده والزيت يكون سخن معانا، كان المفروض يكون اكتر من كده بشويه بس مفيش مشكله، بيتنفخ معانا اول ما بينزل زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم لو في حاجه كده شكلها مش عاطفي، اهم حاجه التيست يكون طعمه حلو. طلعت معانا نينجا مفيش مشكله، دينا جربنا بطريقه الكيس. شايفين بتنزل في الزيت بتتنفخ على طول. طبعا متعود يشتغل بايديه، مفيش اي مشكله يشتغل بايديه زي ما هو عايز. شايفين يا جماعه اتنفخت ازاي؟ نستكفى بشويه دول، مش حابب يكون كتير في الزيت نفسه. نقدم الكوكيز ونرجع نكمل مع بعض. دقيقتين بس. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دقيقتين بس يا ريس؟ يعني الزلابيه كده عاملها واكلها لوحدي؟ تاكلها انت؟ ها انت مخلص بقى الحلقه بسرعه عشان تاكلها انت يا ريس، مش عايزنا نطلع حاجه على الهوا. ادي الكوكيز اهو، نبتدي اللي احنا نطلعه. ولو ما لحقش الزلابيه تطلع معانا انا هاكلها لكم واقول لكم الحلقه الجايه احلى زلابيه. يا ريس كل حاجة ممكن تلحق ان شاء الله. ناخد كده الكوكيز الجميل، نطلع كده من ورق الزبدة. لو ما لحقتش بقى مفيش مشكلة، الحاجات الموجودة ديت تسهد. كفايه الشكل الجميل زي ما احنا مش شايفين عامل ازاي. نجيب طبق كمان. عندي شويه الفراوله طريقه عشوائيه، ناخد بس كده ده نخليه كده. عايز اقلب بقى تقليبه، نخليه بس دقيقه كمان. ناخد بقية الكوكيز اللي هنا، نبتدي نرصه. ماشي يا ريس. شايفين يا جماعة بيطلع بكل سهولة ازاي؟ كده بالنسبة لنا مفيش مشكلة بقى. الزلابية نبقى نعملها من بداية الحلقة في مرة تانية، بس مفيش عندي أي مشكلة. زي ما احنا ما شايفين ابتدت إن هي تنفش معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، خدت النفشة الجميلة. أنا لو حبيت إن أنا أنزلها على مرحلتين أو ممكن على مرحلة واحدة، ده شغال وده شغال. عملنا النهاردة مع بعض، عملنا أحلى كوكيز في الطاسة اللي احنا شايفينها، عملنا أحلى زلابية بكمان، عملنا مع بعض كوكيز بطريقه جميله جدا، طلع الفينش بتاعه والبرزنتيشن بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه، عملنا كمان احلى براونيز بطريقه جميله. دي كانت الحلقه بتاعتنا، ونشوفكم في حلقه تانيه، والسلام عليكم.